يعني هاي الكاميرا تصنيع أرملي أصلاً. كنا في ساحة الجامع الحسين الكبير حوالي 17 مصور شمسي، في ثلاثة أرباعهم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، فظل الربع طبعا في البيت، في منهم مريض، في منهم بطل الصنعة التجأ إلى صناعات ثانية. فالحمد لله رب العالمين في كل المملكة جيت، نحمد الله ونشكره. ظليت أنا لحالي، أنا وهالكاميرا هاي اللي هي عزيزة على قلبي، رفيقة دربي وحياتي. بجيب الكاميرا كل يوم، يعني عدت لي حوالي 20 سنة ما حطيت يدي فيها جوا وحمضت صورة. بجيبها بحطها بجنبي، ما عليها شغل، لكن في ناس بتيجي من داخل الأردن ومن سواح ومن غيره ومن غيره ومن غيره، بيعتز بالشيء هذا. I think it's been an amazing pleasure meeting the oldest photographer in Jordan, to actually see that camera and see its history and its origins out of Gaza. It's been a pleasure to see his passion ooze out and to get to know a bit about his his purpose. It's been great. والله كان حلو والله. أنا بعرف أبو محمد من 40 سنة، فعدة مصاريف كان هو وثاني واحد اسمه زكريا برضه، كانت شغلات الكاميرات هان وفي غربة، فصورت وصورته موجودة معي لحد الآن، يعني ما اعتفظ فيها. يعني مع وفد ولا مع يعني فيها فلاش. يا رب على الدليل الله تلبيه. الله يرحمها، خليها يحفظها الله في جيبها، الله يرحمها يا زمان.